حرف السي، نبدا بحرف السي عندي كحروف متحركه. ينطق حرف السي في اغلب الحوالات كانه حرف كي، ودي بصراحه بعض الحاجات اللي انا بصرف فيها في اللغه الانجليزيه، يعني بيجيني في بعض الاحيان كده اقول هم ليه عملوا حرف السي اصلا لما اغلبوا حرف الكي؟ يعني ليه انا مثلا كلمه كلين ما احط مكانها حرف الكي؟ ليه ما خلوهاش كده؟ ولكن دي طبعا لغاتهم هم يعني حرين فيها. طيب، ينطق مثل حرف الكي متى؟ اذا جاء بعد كل الحروف ما عدا اي 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 واي، سوري اي اي واي، يعني حرف السي كل الاحرف اللي اي حرف يجي بعده هو ينطق كي، ينطق حرف السي كي ما عدا مع الاي والاي والواي. طيب نشوف مع بعض، كارد، كلين، كاندي، كاندي. طيب متى ينطق حرف اس؟ كان عامل زي سي يعني اس، لو جاء بعده الاي والاي والواي، زي ايه؟ سيتي، سايكل. طيب لو جاء مكرر يعني سي مرتين، للكي والثاني اس، زي هنا ايه؟ اكسي، اكسيدانت، اكسيدانت، حادث، اكسيدانت، اكسنت. تمام، بطاقة نظيف حلويات، تمام. اكسنت، اكسنت اللي هي اللهجة. سكسسفول، سكسسفول، ناجح. خلاص، يبقى الأول كي والثاني اس. طيب لو حرف سي جاء مكرر وبعده باقي الأحرف كلها، ينطق زي الكي، account، accuse، accuse يعني ايه؟ يتهم، don't accuse me يعني لا تتهمني، accuse، accuse يعني يتهم، account حساب. يبقى الاثنين ينطقوا حرف كي، لو جه بعدهم ايه؟ أي حرف من الحروف الأخرى غير الإي والآي والواي. يبقى بصفة عامة السي ينطق كي مع كل الحروف ما عدا الاي والاي والواي، حتى لو هو مكرر، حتى لو هو مكرر طالما جاش وراه اي واي واي ينطق كي. طيب جه وراه اي واي واي هينطق كده ك اس، لو جه بعديه اي واي واي، ولو جه مكرر الاول كي والثاني اس. خلاص فهمنا؟ طيب طب لو جه بعديه الاتش ينطق اتش، اها كاتبها لكم بالعربي اتش، زي ايه؟ تشوز، تشارج، تشارج، تشوز، تشينج، تشينج، تشينج يعني يغير، وينفع ان انت كانك عايز فكت فلوس، تشينج يفك يعني، تشويز. طيب في بعض الكلمات الانجليزيه من اصل فرنسي، هو في بعض الكلمات الانجليزيه من اصل فرنسي، طبعا يختلف فيها النطق، ويكون السي اتش تنطق كانها سي اتش، يعني ما تنطقش اتش، لا تنطق شيف، شيف، الشيف اللي هو الطاهي او الاخ اللي في المطبخ يعني كبير الطهاه، تمام، طباخ، تمام، شيف تنطق شيف، ماشين، ما اقولش هنا ماتشين، هتقول لي سي اتش تنطق اتش، لا دي كلمات تحفظ ملهاش قاعده، نركز يا اخوانا، الكلمات اللي هي من اصل فرنسي دي تحفظ ملهاش قاعده خلاص. ماوستيج، ماوستيج، اقول ماوستيج، لا ماوستيج اللي هو الشنب. طيب في بعض الكلمات الانجليزيه من اصل لاتيني ويوناني، في بعض الكلمات الانجليزيه اصلها لاتيني ويوناني، ايوه طبعا، يختلف فيها النطق فيكون مثل الكي، زي مين؟ سكول، مدرسه، اركايف، اركايف، ارشيف يعني، كيمستري، كيمستري، ما تقولش اتشمستري، لا، ولا تقول شيمستري، لا، كيمستري تنطق كي، ودي كلمات تحفظ ملهاش قاعده. ميكانيك، ميكانيكا، اركيتكتيف، اركيتكتيف، بتكتب ايه زي كتبت انجليزي مع عربي. طيب كاركتر، كاركتر يعني شخصيه او رمز او حرف. كاريزما، كاريزما اللي هي الكاريزما او الجاذبيه او قوه الشخصيه يعني. كايوس، كايوس اللي هي الفوضى. اناركي، اناركي فوضى، الاثنين يعتبروا معنى واحد مرادفين لبعض يعني. يبقى هنا اناركي، ما اقولش انارشي ولا شي، لا اناركي، اوكي. طيب
لو جاء تي مع سي والاتش عندك اتش زي كاتش واتش كيتشن كيتشن واتش كاتش. طيب لو جاء السي مع الكي ينطق كي كلاك بلاك لك لوك. خلاص. طيب عندي بعض الحروف خاصة بالسي برضك اللي هي سي اي اي سي اي اي سي اي او. طيب زي هنا appreciate appreciate تنطق اس اتش appreciate. ابحث عن معناها او اللي ينزل الملف باوربوينت هيعرف معناها. سوشيال سوشيال كلنا او في اغلب الاحوال والاخطاء يعني خلينا احنا هنا في مصر مثلا اللي مش متعلم اللغه الانجليزيه يقول لك سوشيال ميديا سوشيال لا سوشيال ميديا سوشيال سوشيال هنا احط وهنا ال على طول سوشيال ميديا اوفيشال اوفيشال رسمي ماجيشن ماجيشن ساحر او مشعوذ magician politician 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 لو هو واحد شغال في السياسة ancient قديم أو عتيق حاجة قديمة خالص ancient efficient efficient كفء أو فعال precious 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 يعني ذو قيمة أو حاجة ثمينة لها قيمة delicious delicious لذيذ it's very delicious تأكل كده أكلة حلوة وتقول عليها it's very very delicious يعني دي لذيذة جدا طعمها روعة. تمام. دي بعض التعبيرات اللي هناخدها مع بعض ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب حرف الجي اغلب حرف الجي يا اخوانا ينطق زي الجيم المصرية. ما هي الجيم المصرية؟ مش زي ما انا بنطقها كده جيم دي اسمها الجيم الصعيدية. الجيم المصرية اللي هي جي اللي هي كلمة جبنة جي. خلاص. طيب اذا جاء بعض كل الحروف عامل زي حرف السي كده فاكرين حرف السي لسه كنا واخدينه الاي والاي والواي يبقى ينطق جيم مصرية اللي هي جي. لو جي بعده كل الحروف ما عدا الاي والاي والواي وطبعا في بعض الحالات الشاذة هنشوف مع بعض زي هنا جيم ما قلتش جيم جيم جول جراند جراند دي يعني حاجة فخمة جراند جيم لعبة ماشي جولد ذهب جراند فخمة او جاي ماشي نمشيها لك جيد اوكي نمشيها جيد يعني اوكي جراند جود جيد جود هي اللي جيد جراند يعني فخم او شيء فخم وجميل كده وحلو تمام جراند. طيب ينطق جي اذا جاء بعد حرف الواي زي كده ايه اي اي جي جي اي جي اي جي اي جي جي بص انا بنطق اي جي انرجي انرجي جي انرجي مش هقول انرجي لا انرجي انرجي جي خلاص. طيب انرجي طبعا يعني طاقه ينطق جي او جي اذا جاء بعده اي واي في حالات معينه زي هنا كلمه جاينت جاينت يعني عملاق او ضخم ليجند 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 يعني اسطوره جينيوس جينيوس عبقري طبعا جنرال جنرال عام هنا جود هنا جيف نفس جي هنا اتنطقت جي وهنا جي جيف وهنا وراها اي وهنا وراها اي جيف جير تارجت تارجت ناس كتير يا اخوانا حتى في مولات كاتبه على نفسها تارجت وده غلط اسمع كلمه تارجت في كل القواميس هي اسمها تارجت جيت فينجر 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 يعني الصباع يعني خلاص. طيب ينطق الجي في الكلمات اللي تنتهي بجي اي ودي جي اي ينطق جي خلاص يبقى ينطق هنا جي متى اول ما الاقي جي اي في اخر كلمه او دي جي اي يبقى هي تنطق جي وليست بي زي كلمه بريدج بريدج يعني جسر تشينج ادي جي اي كوليدج لانجويج هيوج ضخم اج اج يعني حافه او حد جدج جدج يعني قاضي دي جي اي اهي دي جي اي لكن هنا شايفين الكلمه دي الكلمه دي دي تنطق حق حق يعني يعانق واحد مثلا بيضم واحد او يعانقه وبيسلم عليه كده يعني هج خلاص ولكن هنا هيوج خلاص اخوانا. ينطق مثل الجيم المصريه في الكلمات اللي تبدا بجي اتش زي جاست ما نقولش جوست لا جاست تمام لانجوج لغه. طيب ينطق اف الله
كيف ينطق اف؟ هو حرف الجي ينطق اف؟ ايوه. متى؟ في بعض الكلمات التي تنتهي بجي اتش. يبقى هنا تبدا جي اتش يبقى جوست جي المصريه. لكن تنتهي بجي اتش اف. بعض الكلمات، وركز على كلمه بعض، انا ما يزالك باللون الاخضر عشان مش كل الكلمات. زي هنا لا يضحك، لا صعب قاسي، enough كف كف يعني ايه؟ اللي يعرفها كف السعال او الكحه، اللي عنده برد او سعال او كحه وبيكح يعني. طيب خلصنا كده حرف ايه؟ الجي. ندخل على البي اتش. البي اتش دايما ينطق في جميع الكلمات اف. الفابيت، الفابيت اللي هي الحروف. فوتوغراف، فوتوغراف، فو فو جراف، فوتوغراف، صوره او تصوير. طيب حرفي الاس والاتش قاعده عامه مع جميع الكلمات تنطق زي حرف الشين. فيش، شي، شوبينج، شوبينج، شوبينج. خلي بالكم هنا شوبينج غلط، شوبينج. الاي ان جي في الاخر ما انتجاش، اكتب فيها نفسي شوبينج. يا ريت تكرر ورايا شوبينج شوبينج. انا يعني بحاول اعلي صوت شوبينج شوبينج. تمام. شار شار حال. شرينك 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 يعني ينكمش او يتقلص. شرينك. طيب في بعض الاحرف عندي زي الاس يو والاس اي او والاس يو ار اي. طيب ليه انا هنا مميز لك ده بلون اصفر؟ لان هي في اغلب الاحوال بتيجي وراها ان، اس اي او ان واس يو ار اي، في اغلب الاحوال بيجي وراها ار اي، لكن هي القاعده تخص الاس يو والاس اي او. تمام؟ طيب يمكن ان تنطق كلمه يمكن، اذا دي مش قاعده عامه، يبقى هنا في كلمات هلاقيها كده وهلاقيها كده، وده يتطلب منك ان انت تتعلم نطق الكلمات دي. خلاص؟ ممكن تنطق جي، ممكن تنطق اس اتش يعني كانها شين. وليس له قاعده عامه، زي ايه؟ فيجوال، هنا تنطق بحرف الجي، خلاص؟ جي، سوري، جي، فيجوال، يوجوالي، يوجوالي، اكسبلوجن، اكسبلوجن، انفجار، ديفيجن، قسمه، ديفيجن، ديليجن، ديليجن، لا، سكر لا، سكر دي هتنطق اس اتش، تنطق هاي، موجوده عندها لسه هنوصل لها. ليجر، تريجر، فليجر. يبقى هنا كل الكلمات دي انطقت زي ايه؟ الجي. طيب الكلمات اللي هتنطق فيها كانها اس اتش، شوجر، شوجر، ايشو، ايشو، ميشن، ميشن، ما اقولش ميجن، لا، زي ديفيجن واحده يقول ما هذه اس اي ان ودي اس اي او ان نفس الكلام، لا، هنا اسمها ميشن. دي كلمات، وعشان كده قلنا ايه؟ مالهاش قاعده عامه يا اخوانا، دي كلمات انت بتحفظها. ديسكشن، مناقشه، ديسكشن، سبريشن، تعبير، تيشو، تيشو اللي هي المناديل الورقيه، تيشو، بريشر، ضغط، منشن، منشن، خلاص يا اخوانا؟ طيب حرف تي اتش، تي اتش ينطق عندي اما ثاء او دال. تنطق ثاء امتى؟ اذا جاء بعضه حرف ساكن. زي ثري، ثلاثه، ثرون، ثرون اللي هو عرش الملك او كرسي الملك يعني. ثرون، ثروت، ثروت اللي هو الحلق، حلقه، الحلق جوه اللي هو الزور يعني. ثرون، ثروت. طيب تيث، بوث، ثينك، ثانك، تيث، ثم. ما قلت ثمب، ثم. حد يقول لي كده المحاضره اللي فاتت جبنا سيره الام والبي وقلنا البي لا تنطق. كلمه معينه مين يقولها لي؟ اللي يعرفها يكتبها لي. ثم، مثل، مثل، طريقة أو أسلوب. نورث، شمال، نورث. ف طيب الكلمات اللي هي تنطق كانت مثل الدال، ذا، نورثرن، نورثرن، براذر، براذر، ما قلتش براشر، لا، براذر، فاذر. طيب كده نعرف ان هي لها قاعدة عامة، لا مالهاش قاعدة عامة، لان هنا تنطق ثاء او ذا، جاء بعضها حرف متحرك، وتنطق ثاء جاء بعضها حرف ساكن. خلاص؟ يبقى هنا ممكن ثاء وذال في حاله الحرف المتحرك، يبقى ده بيتطلب مني ان انا احفظ كلمات. طيب mother، they، with، though. تمام. up، brother، mother، they يعني هم، هم، with، مع. طيب though، ابحث عنها بقى. طيب سادسا الحروف اللي هي تي اي اي، تي اي او، تي اي اي، زي احنا خدنا فوق سي اي اي، سي اي او، سي اي اي، نفس الكلام. تي اي اي، تي اي او، تي اي اي تنطق اس اتش.
زي كلمه ايه؟ مارشال. مارشال عسكري. انيشيت. انيشيت زي كلمه ستارت، يبدا او قيمه مبدئيه او يبتدي. نيكوشي نيكو نيكوشي 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 وابحث عنها معناها ايه؟ نيكوشي يعني يتفاوض. بيشر 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 مريض ولا معنى ثاني معناه صبور. كوشس كوشس حذر او متحفظ، انسان حذر كده متحفظ، ما يعني ما بيتعاملش مع الناس كده بايه بتلقائيه، بتلاقيه متحفظ شويه كوشس. سيشر اساسي او ضروري. سيكشن كونديشن فانكشن اكشن. كل الكلمات دي يا اخوانا لما تنزل ملف الباوربوينت عندك على الرابط اللي هبعته لك في المحاضره هتلاقيها انا بنطقها لك بمعنى ومعناها بالعربي كمان مترجمه. بعض الكلمات قلنا مستقبلا هخليك انت تترجمها وتبحث عنها، وبعض القاموس اللي هدلك عليها عشان ايه تتعلم انت بنفسك برضه وتسمعها بنفسك برضه من اهل اللغه الاصليين اللي هم الامريكا. طيب التي يو ار ال تي يو ار اي سوري تي يو ار اي تنتج شارب شارب زي ايه؟ فيو شارب. نيك شارب كالت شارب بيكت شارب ادفنشر. ادفنشر يعني ايه؟ مغامره. كابت شارب كابتشر يعني يلتقط صورة. نيتشر يعني طبيعة. فيوتشر مستقبل. كالتشر يعني ثقافة. بيكتشر صورة. طيب